والو انا حطوا لي الزيت الورقات والله ما فهمت شي حاجه بالله الزيت الورقه هكا كتبان لي الضبابه ينطلق بداية الأسبوع المقبل امتحان البكالوريا الوطني ويجرى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يونيو تواليا. مدام زميسيو بونجور كسبت سميتي بقيت مضارب مع هذيك نون برينو شوف قال لك تقنية علاج ورم سرطان انت ماني مخرج من السويس انا شوف ما فاهمين والو السط الوراقي ما درنا حتى حاجة واحدة اللي باغي يمكن ساندو فلسطين فوق اسرائيل حنا نسيبورتي وحماس في الورقة في بيتي انت السنجاب دقة دقة الباب في منزلي انت السنجاب شالين بالورقة والله ما كذب عليكم give me water please فهمتي how do you speak English صافي oh my god كدوس موي 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 بيان دوس احسن نقلة في حياتي واحسن امتحان الاجتماعيات كاع ما دوزتو كاع في المدرسة لا العربية دازت شوية قاصحة عربية وين قال لي العربية هي السهلة كاع فيهم شكون هذا اللي كيكذب عليك فرونسي 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 صراحة كانت سهلة بطاطا بريزونسي راسك بالفرونسي صافي صافي وراك ما دوزنا مزيان شكرا للسبتي خلاو شكون تفضل وجينا كوكا وليت واشرب الدواء واحد الدري مسكين سخفات قالت لك ما كتفيقش بالسوارد ديال الساكن الاقتصادي كتفيق هاد السوارد ديال الفيلات والو عينو ما نقلبو ليه كيفاش تفيقو قالت لك ضرب المس وعشنا وش دابا صح الدري طاحت هذاك ماشي سخفات ديك السخفه طاحت بحال داخل جار تيجان ولا ما عرفت شناهو جات راه عقلي عقلاني ولا شو شافو يقصو الدري مسكينه طاح شويه السات طاح شويه التمر شو التمر هذاك العجوه وانا السات شي واحد عنده من الحس يفطاو ليه دوق شويه خطني تسحق كلشي تقل كلشي تفلى ندخلو عليه تفاجئ صافي لقاو جمعوا شويه التليفونات الحمد لله شويه العيبات العشية لونجلي كي غادي دوز العشية لونجلي ان شاء الله كاينه شويه لونجلي كاينه شويه مشيتي الغرب وخليتينا انا الشماليه ما غنتسنى غنجيب الباكات العام وغنجي عندك ان شاء الله شي طوع عاود تقول لها بلاش وخاطر الحوت بلادي خلينا ندويو ما غنبكيش المهم الشماليه راه باغا كنبغيك تنايني خويا هنايا انا راه مكيش بصح ولكن داك خونا اللي كيت لي ما فهمتش واش كيقول كلخ هو مكيف وكيكيت لي انا ولا درت كان درت كان دابا درت كان في سميه ندير الطاح خلصت حتى الفوق وخرج دراري ما تخليو حتى شي حاجه تستريسيكم صاحبي ماشي اوبليجي الباك ماشي اوبليجي انك تفرح والديك حتى والديك راه حتى هما تبوكم مقرا احميرك وكانوا قارينك وقراو هما كاع ما يجيبوك حتى كاع بنادم يكون واقعي حتى واش تعيش حياه ديال الناس اخرين
والله كنهضر معاكم علاش تخلي وحده شارفه بحال جداك وسعدي وليدي غيولي لي مستشار وتمتيقهم والاخرى حتى هي متيقاهم وقرايه بنتي تولي دكتوره وما عندك ما ديري بشي زواج هما بنات كتلقى دوك الشارفات هما اللي خرجوا على البنات اليوم كتلقى والده 6-8 كيصرفوا عليها وكتجي عند بحالك انت باقا دريه صغيره كتربكشك في دماغك خرج مستشار حنا المغاربه غنقارضوا بقينا لا كنتزوجوا لا كنولدوا عطينا القرايه قرايه القرايه بحال تقول ما عادش غنصنعوا حنا الصوارف السلام عليكم انت عند زوادك في سلام اللهم بارك وجي ماكوكا انا مو كياف اخويا حنا ياسر بغي خضع على ما جاوب صحيح شحال ضامن تجيب شحال انا هاد كان زاتون الحولي والحولي فين فلوسه اش تابعنا وتابعكم مهم انستغرام ديالي زير بامير لا نار ما فهمتش خويا السلام عليكم السلام عليكم انا اللي خاصني نقول السلام عليكم بحال المهم ديزه واخا قول لي ناضي دري ولا ما ناضيش ناضي بصح ناضي انا ويلي قاعد الدري شكون كف عليهم باينه فيك قراي من ضيدراش الله يحفظك ماجيسكيل هي الكبيره قول لي ماجيسكيل هي الكبيره بحال جروند نقول لك واحد الجمله بلونغلي وانت كملها سي برازرز از فري تبغي شي جمله بلونغلي تكملها لا والو جربوا لا بلا ما تجرب سي شو برازرز از فري الدراري قاري اللونغلي بالمغرب قاري اللون سروال اوفر سايز ويقلبوني الجيب وقلبوني كامل وانا جاي معايا حبير انا نوريك حبير اللي جاي واحد الرساله لرابور حليوه هو اللي خرج عليا كنت معاه البارح في درب سلطان كيصور كليب قلت له خليني نحفظ وبقيت معاك نصور معاه في الكليب حليوه خويا اللي كنتي كتشوف هذا الشيء راك خرجتي عليا ما راجعش الفيزيك ولكن يما جبتي عند الفيزيك نتوحو عطيت الاستاذ شنو باغي يدير كيجبد بيل تيدير كيبدا يقلب ليا في ودنيا تربي داك مربي داك الفرد ديال الحلاقه تيقلب بيه ودني تيجبد لك كيش ربي تلقاك اي عطونا واحد لون سميتها لون سان سودان ديك معجون الاسنان درت بالقلم غتجيب القادر صافي ما جاتش بيهم جوج ومئة وشكلو حصلتهم لداخل خدامين مع الجنان فهمت والو في الحلاقه دراري اش كديروا انا ما فهمتش علاش نشربوا ها 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 ها